في جامعة الزقازيق وتحديدا كلية الطب البيطري بدأت الدراسة بنظام الساعات المعتمدة فيما يسمى امتياز الدواجن، يعني طالب كلية الطب البيطري من حقه من سنة أولى أنه يتخصص في صناعة الدواجن، يعني يعرف أمراضها وكيفية مواجهتها وما أحوج الصناعة لهؤلاء الأطباء المتخصصين في أمراض الدواجن. خليكم معنا. صناعة الدواجن عظيمة في مصر وبترجع واحدة واحدة لعصرها الذهبي، يعني ما قبل عام 2006، وده التاريخ اللي هاجمت فيه إنفلونزا الطيور الصناعة وهزمتها شر هزيمة. لكن لأن الدواجن في مصر صناعة قوية وقد تمرض ولا تموت، قدرت ترجع وبقوة، وعملنا اكتفاء ذاتي من بيض المائدة ودواجن التسمين والأعلاف، وكمان رجعنا للتصدير، ومن هنا استثمارات الصناعة وصلت لمئة مليار جنيه. لكن هل في تحديات لسه بتواجه الصناعة؟ يوه ما تعدش. أبسطها إنها لسه عشوائية لحد كبير، واللي عايز حاجة بيعملها، وتغيير النشاط على ودنه بدون الرجوع لحد، وإنشاء العنابر بدون رابط ولا حاسب، ومحدش عارف أي بيانات دقيقة للصناعة. كمان كان لازم يبقى عندنا أطباء بيطريين متخصصين في أمراض الدواجن، الخطر الأعظم على الصناعة، جدعان ذهب متخصصين ومن أول يوم دارسين طب بيطري تخصص أمراض دواجن، وده مش موجود فعلا، وطبعا الصناعة هتخطفهم. ده اللي فكرت فيه كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق، عملت بكالوريوس طب بيطري بنظام الساعات المعتمدة، وهدفه تخريج أطباء بيطريين شغلتهم حماية صناعة الدواجن من الأمراض وتشخيصها. وعلى فكرة اعتماد التخصص ده من وزارة التعليم العالي صدر في سنة 2009، ولكن بدأ تفعيله الحقيقي في السنة الدراسية الحالية لأول مرة في الشرق الأوسط. تعالوا في البداية نتعرف على الدكتور محمد محروس، أستاذ أمراض الدواجن المتفرغ في كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، واللي حارب لتفعيل الاعتماد، وفعلا بدأت أول دفعة من طلبة كلية الطب البيطري امتياز دواجن. أنا عارف إن الموضوع مش سهل، نحن ناخد طالب من سنة أولى لغاية سنة خمسة يتخصص في صناعة الدواجن. معروف أن الطب البيطري شعب عامة، صح كده؟ احنا الطالب بتاعنا خدناه يبقى متخصص في صناعة الدواجن. قدرنا نطلع قرار وزاري من وزارة التعليم العالي يبقى هنا أول برنامج بالساعات المعتمدة يطلع طالب متخصص في هذه الصناعة. الفكرة جت منين يا دكتور؟ نحن نعمل هذا التخصص. أول ما تعلمنا احنا واتخرجنا كانت الطلبة وكلنا بناخد بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية. لما لفيت العالم كله في الدواجن لقيت ان احنا بالنسبة لنا حتى الان الخريج لا يفي باحتياجات صناعة الدواجن الحديثة، وبناء عليه كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق بجميع قياداتها عملنا حاجة اسمها برنامج طب الدواجن حتى يفي باحتياجات خريج الكلية، يعني يعرف عنده معلومات وعنده كوادر مؤهلة لصناعة الدواجن. وبناء عليه الطالب بيدرس دلوقتي جميع مواد الطب البيطري بالإضافة إلى مستلزمات المزارع اللي هي نظام المقفول، بالإضافة إلى دراسات الجدوى، بالإضافة إلى تصنيع الأدوية. ده كله عبارة عن مواد وضيفت بالتفصيل لطالب البرنامج طب الدواجن. لما الشركات الكيانات الكبيرة بتشتغل باستثمارات عالية جدا، فأنا يهمني جدا إن الطالب يبقى عارف إزاي يكون معامل التحويل أحسنه، إزاي نحسن السلالة، إزاي أديله أدوية صح، ازاي ان انا استخدم معاه تشخيص باحدث الاجهزه والتقنيه الحديثه، بحيث ان يبقى الطالب طالع مميز مش كلام بس. لا ده احنا بنعمل، وكمان رغم ان درسنا له هذا الكلام ان عاملين بروتوكول مع بعض الشركات الكبيره والكيانات الكبيره المتخصصه في صناعه الدواجن زي شركه الدهليه للدواجن، شركه امات، القطاع الامن الغذائي في القوات المسلحه، تدريب الطلبه والتعاقد معهم على التدريب والتشغيل، والخريج لما يطلع من عندنا هم طالبينه. اللي قدام حضراتكم ده هو الدكتور عبد الله مرواد، استاذ الامراض المشتركه في كليه الطب البيطري جامعه الزقازيق، واللي تفرغ تماما لتدريب وتاهيل طلبه كليه الطب البيطري امتياز دواجن. اسال حضرتك، في فرق بين علوم الامراض المشتركه اللي بياخدها الطالب المتخصص وبين طالب الطب البيطري؟
في فرق ان هي المقرر الامراض المشتركة اللي بياخدها طالب برنامج طب الدواجن فوكس او واخدها بالتفصيل قوي من مصدر طيور. يعني احنا في الامراض المشتركة في البرنامج العام بنتكلم بقى الامراض المشتركة اللي جاية من الحيوانات الحمى القلعية ومرض السل ومرض الطاعون ومرض مثلا الليبتوس بايرا. ففي امراض كتيرة من اصل حيواني، مرض السعار اللي هو الريبز اللي بيجي من الكلاب للانسان. اما احنا في برنامج الدواجن بنفوكس على طلبه همنا او الطالب اللي هيطلع يشتغل في مزرعة الدواجن ازاي يحافظ على نفسه ويحافظ على العمال اللي عنده في المزرعة من الإصابة بالأمراض الفيروسية والأمراض البكتيرية. وبرضه همنا قوي لو اشتغل في مصنع لحوم أو اشتغل في الحجر البيطري في المطارات والحاجات ديت ان هو بيكشف على اللحوم بتاعت الدواجن، فلازم يكون يعرف ازاي يعمل كشف صحي على اللحوم بحيث يحافظ من حدوث عمليات التسمم الغذائي للمستهلك. من الأساتذة المهمين قوي في كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق امتياز دواجن الدكتور أشرف حامد أستاذ أمراض الدواجن المساعد، هو حاصل على الدكتوراه تحت إشراف مشترك بين جامعة أيوة الأمريكية وجامعة الزقازيق. تعالوا نقابله. انت حضرتك واخد الدكتوراه من أمريكا صح كده؟ بالتعاون مع جامعة الزقازيق. إشراف مشترك. إشراف مشترك. يعني حضرتك شفت العالم كيف يفكر في صناعة الدواجن صح كده؟ مظبوط. التدريس في الجامعة بيشبع رغباتك ولا حاسس ان انت لسه ممكن نعمل حاجة وخبرتك العلمية ودرجاتك العلمية ممكن تأهلك ان انت تساعد في نضج الصناعة؟ بالظبط. انا يعني احنا كأساتذة في قسم الدواجن ما ينفعش نبقى منفصلين عن الصناعة، لان انا النهاردة لو انا منفصل عن الصناعة ومش عارف ايه اللي بيحصل في سوق العمل انا ما اقدرش اخرج خريج مؤهل لسوق العمل. فشيء طبيعي ان احنا لينا احتكاك بالصناعة. يعني بتنزل تروح المزارع وتاخد عينات بنفسك وتشخص بنفسك. بالتأكيد انا رحت اكتر من شركات كبيرة جدا، يعني بدون ذكر اسماء الشركات الكبيرة جدا. القوات المسلحة انا بيشرفني برضو ان انا يعني احتكيت في بعض يعني خبراتنا بنطبقها عمليا مش مجرد تدريس. بالظبط. لازم استاذ الجامعة يكون كده، وده الحمد لله يعني الكوادر عندنا في القسم كلها مؤهلة للنقطة دي. الدكتورة علا عادل أستاذ مساعد أمراض الدواجن في كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق بتدرس علم الفيروسات المسببة لسرطانات الطيور، وده تخصص هام جدا وليه منهج متكامل لطلبة امتياز الدواجن. احنا هنا يعتبر الملجأ لكل المربين، بيقولنا هنا عشان إمكاناتنا هائلة جدا عشان نشخص الأمراض بيجيبوا عينات من المزارع. هل بتتيح الفرصة لطلابنا ان هم يحتكوا بهؤلاء المربين؟ تمام. طبعا حضرتك كنت بتصوره حالا في العيادة عندنا اللي هي المشرحة، ودي بيتم فيها بيجيلنا فيها زوار عبارة عن مربيين لصغار القطعان وكبار القطعان، بط ورومي ودجاج تسمين وبياض. وطبعا بيحصل عملية احتكاك مباشر بين الطالب وبين المربي، نعلمه ان ياخد ازاي العملية، يعني ياخد منه الكيسوس بطريقة بناين جدا يقدر ايه يتعامل مع المربي بيها. دي اول حاجة في التشخيص. تاني حاجة طبعا عملية التشريح وهو التشخيص الإكلينيكي اللي هي كانت جايز من 10-15 سنة، ممكن نقول it's okay كافية التشخيص الإكلينيكي. حاليا وفي العشر سنين الأخيرة المربي مش بيعاني، الطيور مش بتعاني عند المربي من مرض واحد، لا الطير بيجي له مرض واثنين وثلاثة واربعة، والصورة المرضية أو التشريحية لمرض تطغى على الآخر. فلذلك حيبقى صعب بالعين المجردة ان انا ابص او التشخيص الإكلينيكي يكفي يقول لي ده في ايه، لا ده في فيروس فتح للتاني، في فاكتور، في مشاكل. لذلك احنا عملنا معمل زي كده. على فكرة امتياز الدواجن بكلية الطب البيطري بيتضمن دراسة أمراض طيور الزينة والصقور والطيور المهاجرة لأول مرة. تعالوا نقابل الدكتور عبد العليم فؤاد عميد كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق واللي كان الداعم الأول لامتياز الدواجن. أنا عايز أعرف حضرتك المشوار لغاية إصدار القرار الوزاري. المشوار ده بدأ سنة 2009 بصدور القرار الوزاري بإنشاء أو بتكوين هذا البرنامج، برنامج بكلية علوم الطب البيطرية تميز طب الدواجن. تم 2009 وتم تفعيلها في 2020. تم تفعيلها 2020 عشان كان يعني حاولنا ان احنا الطلبة يعني نقول لهم البرنامج ده اهدافه ايه وحاجات زي كده، فخدت وقت شوية. ايه السبب دكتور حضرتك كنت مصر ان احنا لازم نفعله؟ لان هو دلوقتي زي ما حضرتك عارف ان استثمارات الدواجن كتيرة جدا كبيرة ووعدة، وهي ده المستقبل بتاع الطبيب البيطري ان هو يشتغل في الدواجن. فانا عامل على ان الطالب ما يرجعش بقى يقول انا عايز اتعين في الحكومه وحاجات زي كده، لا يلاقي برنامج متميز الدواجن ده يشتغل فيه وهو سواء حر او مع شركات القطاع الخاص او شركات القطاع الخاص او حر
واحنا لغايه دلوقتي احنا يمكن عملنا حاجه كويسه جدا ان احنا دلوقتي عشان فرص عمل للاطباء البيطريين ان احنا اي مزرعه دواجن هتتعمل او بتتعمل او بعد ترخيصها لابد يبقى ليها طبيب بيطري مشرف عليها. اعداد الطلبه لغايه النهارده كام يا دكتور اللي التحقوا ببرنامج الطب الدواجن؟ احنا برنامج احنا بنستهدف ان احنا يكون عدد الطلبه يمكن يعني يخش على 20 او 30 واحد بنستهدف اللي احنا موجودين في كل سنه. في كل سنه بنستهدف يعني في كل مرحله دراسيه. كل مرحله بنستهدف ان احنا ده. لكن احنا لغايه دلوقتي يعني في حدود 7 8 كده وهنوصل ان شاء الله للعدد ده. هل متاح لطلاب الفرقه الاولى والثانيه اللي هم موجودين النهارده في تخصص طب الدواجن ان هم يتنقلوا بالذات في تخصص طب الدواجن؟ نعم، لان احنا طب الدواجن ده واخد موافقه سنه 2009، فلو في مثلا بتوع سنه ثالثه او بتوع سنه ثانيه عايزين يروحوا طب الدواجن ندخلهم طب الدواجن. المناهج جاهزه وموجوده، كل حاجه جاهزه. يعني احنا عندنا جاهزين كل حاجه في الكليه لان احنا اللائحه معموله ان هي تشمل الخمس سنوات. دلوقتي هنقابل طلبة الدفعة الأولى في امتياز الدواجن بكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق، بنات سي الورد، ربنا يحميهم. فرق معاك انك هتتدربي، انك بتنزلي نظري وعملي، انك في فرصة عمل بعد كده في شركات الدواجن اللي محتاجة الخريج الذهب اللي زيك؟ اكيد طبعا، الكلية في برنامج بتوفر لنا فرص عمل، ده بعد التخرج بالتعاقد مع شركات الاعياف، شركات دواجن، شركة امات، شركة العناني، شركات متعاقدة مع برنامج طبعا مع دكتور محمد محروس. التدريب بنتدرب وننزل معامل وننزل مزارع وبنشوف الكلام العلمي العلمي ومعاملي. سارة عبد الحليم عطية، انت جايبة تقدير جيد جدا في سنة اولى صح كده؟ وما كنتش بتحبي كلية الطب البيطري، وما كنتش متخيل انك هتدخليها صح؟ نزلتي مزارع، شفتي يعني ايه مزرعة، تقفلها ازاي، ايه العناصر بتاعتها؟ احنا عندنا اصلا في بلدنا في عندنا مزارع. نزلتي منين؟ انا من قرية اسمها نايف عماد طبعا، مركز كفر صقر. ده هنا شرقية. تمام. فعائلتنا عندها مزارع وكده، فانا اصلا دخلتها. انت الدكتوره بتاعت الكليه بتاعت العيله؟ مش قوي. يعني دخلتها وكده وشفت كل حاجه فيها. يعني بتفكري ازاي الفتره اللي جايه؟ يعني بصراحه انا حابه ان انا اطور من نفسي وان انا يعني ابقى عندي خبره كويسه في مجال الدواجن كده عشان بس افيد المزارع اللي عندنا هناك. نتا محمد علام، السنه اولى جبنا جيد جدا وتانية كل بيشهد بتفوقك صح كده؟ لما رحت لبابا ماما قلت لهم انا هبقى بتاعت فراخ، قالوا لك ايه؟ لا الصراحه اهلي شجعوني لاني كنت في سنه اولى في الجنرال كنت متلخبطه، العدد كان كبير ما كنتش مستوعبه احسن. انت كنت سنه اولى عام؟ دخلت تخصصتي في الدواجن في السنه الثانيه صح كده؟ لا انا كنت دخلت شهرين في الجنرال في اول سنه اولى، وبعدين لما اعلنوا عن القسم انا قلت انضميتي على طول. قلت لاهلي وهم شجعوني الصراحه ان انا اخشه، لان معروف يعني التخصص بيبقى احسن في كل المجالات، بتبقى خارج عارف كل حاجه عن المجال بتاعك، مش بيبقى زي الجنرال بيبقى خارج عارف كل حاجه دارس كل حاجه، وهم يعني معروف يعني كبنات ما بنستخدمش مثلا او ما بنشتغلش في اللارج انيمال، بيتجهوا ناحيه البيتس مثلا او اللي هو الدواجن او كده، وبالذات الدواجن كمان معروف ان احنا ممكن نشتغل في شركات ميديكال ريب او اللي هي الادويه، فكان احسن يعني. خلي بالكم، تخصص امتياز الدواجن بكليه الطب البيطري بجامعه الزقازيق بنظام الساعات المعتمده متاح لخريج كليه الزراعه والصيدله والعلوم قسم بيولوجي بخلاف طلبة الطب البيطري. وبالمناسبة الجدعان دول ذهب وهم مستقبل صناعة الدواجن، ويا سلام لو ساعدناهم يلفوا مراكز تشخيص أمراض الدواجن العالمية وشركات الأدوية واللقاحات البيطرية العملاقة، أكيد هيعملوا نقلة كبرى في الصناعة وكلنا في انتظارهم.